السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة مرتك على الفيسبوك وكذا اليوتيوب في فيديو جديد. طبعا فيديو اليوم يأتيكم حول أهم التغييرات والتحديثات التي يعني وقعت وصارت اللي في مختلف المواقع الجزائرية، اللي من أبرزها يعني اللي أنحيرني هي موقع أغاجيغي، بحكم أنه موقع أغاجيغي راه دار تطويرات جديدة بحكم، وأيضا عاد يدومندي معلومات أكثر من عند الإنسان اللي راح يدير لا ريزرفاسيون دو بي أونلاين، على سبيل المثال تاريخ الميلاد، على سبيل المثال الذات اللي يموت فيها الباسبور تاعك، على سبيل المثال يعني الإيميل الشخصي، رقمك، كذا. يعني هناك تغييرات من ناحية المضمون، من ناحية المعلومات التي يطلبها الموقع، وكذا طبعا من ناحية الشكل العام للموقع، حيث أصبح يعني الموقع يتوافق والهواتف النقالة بصورة 100%، يعني تواكبا مع العصرنة التي حتمت يعني وإلا يعني حتمت على الجزائري أنه يستخدم هاتف النقال أكثر من الأورديناتور. لذلك المواقع هذه راها توجهت للتطوير من أجل يعني توفير أجمل وإلا أجود خدمة حتى في الهواتف النقالة، بحكم الناس يستخدموا الهواتف النقالة. لذلك ليجيسي تاع كندا تاني شهدت عملية تطويرات، لكن تطويرات داخلية يعني أندر يعني كوتي تكنيك، حيث قاموا بتطوير الموقع نوعا ما، زيادة في الواحد، وكذا تصحيح الأخطاء اللي كانت خاصة بالأجاكس، وكذا السيشن معينة كي تقعدوا هذا كي تفالكم تدخل للسيت تاع كندا أونلاين أو من كي يخرج لك الجاك لاباج، هذيك يعني الأخطاء يعني اللي كانت في الموقع يعني نحاوها، ودي حاجة مليحة يعني. نرجو الموقع فيا فاز جلوبال، أيضا هناك تطويرات راهي جاية في الطريق، بي ال اس هناك تطويرات راها جايه في الطريق، تي اس كونتاكت التطويرات راها على قدم وساق، لكن نوعا ما مشكل المواعيد يبقى دوما مطروح بسبب يعني التحفظ على الوقت اللي يفتحوا فيه لي رونديفو، هكذا ما يتسناش لكاع الناس انهم يديو رونديفو. فوالا بالنسبه دركا انا راني كنت ندير في دوموند فيزا كندا اونلاين، بحكم انه كندا عندي ديجا وداو اكسيتيرا اكسيتيرا، حاولوني باش نصور الباسبورات، وقلت لهم انا انسان ما نصورش الباسبور تاع الانسان اللي درت له فيزا، لاني انا مجرد يعني سبب في انه جاب الفيزا هذيك، مانيشني انا هو اللي اعطيت له يعني الفيزا هذيك، انا اديت واجبي، خدمتي كما يقولوا، وخليت الباقي على ربي سبحانه. دونك اهم التطويرات اللي هي والا اهم المعلومات اللي لازم انت تسجلها والا تستفيد منها في الفيديو هذا، انه التطويرات كثير جدا راه قادمه للمواقع الجزائريه، مواقع حجز طلبات الموعد والى اخره، طبعا من المواقع التي يستخدمها يعني طالب الفيزا والى الانسان الذي يحلم بالهجره طبعا في استخدامها. لا تنسوا مشاركه هذا الفيديو مع اصدقائكم، وكذا دعمنا بتعليق مفيد وكذا good reaction. كان معك آدم مرتك من قناته على اليوتيوب والفيسبوك والتيك توك المتواضعتين، نقول لكم رمضانكم مبروك، عيدكم مبروك، شكرا على حسن متابعتي والإصغاء، وإلى اللقاء.